وهبها في ظرف اقتصادي صعب جدا، برشا عقوبات برشا اموال. اليوم الجامعة التونسية لكرة القدم تحط الناس الكل ابلع، معناتها الناس الكل تنحي لها الخطايا. نذكر هذوما راهو ازيرو خاطر ابلع وتضربوا بالكو ازيرو 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 باهي. هما ديجا ابلع هما ابلع بطبيعة الجميع مبشوش الكل معناتها صحيح هما ديجا ابلع ما ينجموش يكون بلو بلا كو سا صحيح باهي. نذكر راهو هذوما العقوبات وخطايا العقوبات نتاع كالافلام وغيره، معناتها مش الناس اللي مسلفتها الجامعه ولا اللي ضامنه فيها الجامعه. عقوبات معناها خاطر الاخرين 5 ملايين 10 ملايين 10 ملايين 20 مليون 5 ملايين طيش زوز فلامات اقتحام ميدان شتم حكم ترشنو هكم الكل مع بعضهم متخلط بالذمه في التسجيل وتقييد الملاعبيه خاطر فيهم فلوس في الانخراط وغيره. يقعدوا فلوس كي تلمدهم الكل تقريبا يجوا برشا فلوس بالنسبه للجامعه خاطر ثم برشا نوادي ولكن كل نادي كل نادي مش باش تخلص مش تخلص لا بالقانون لازمك تخلص مثلا انت عندك عقوبه اليوم لازمك تخلصها قبل لما ما تجي لا لا سي ان بون جيست اي الحقيقه جيست في بالي مهمه الحقيقه معناها نحكيو لي شوز معناها كوم سون اليوم الجامعه التونسيه لكره القدم مرات اللي كونوا من الاجدر الاخره معناها تخفف على كاهل الجمعيات من العقوبات وعملت باراجراف اخر لوطا قالت راهي مش باش معناها حتى الناس اللي مسبقه فلوس مش يبقى ولها باش يبقى ولهم وراهي ماهيش باش تلعب بالميثاق الرياضي مش على خاطر نحينا العقوبات معناها العباد تعاود ترجع تعمل نفس التجاوزات ومن بعد تقول في اخر عام 2023 باش نحيل العقوبات راهي تحث زاد على احترام الميثاق الرياضي اما العقوبات من 1 جانفي 2022 ل 31 ديسمبر 2022 راهي نحات للفان سيزون للفان سيزون مش ل 31 ديسمبر مش 31 ديسمبر للفان سيزون اليوم كنتم في اتصال مع الجامعه يقول لك دي سي فان سيزون اذا كان عندك فلوس فضلوا مش رجعوهم لك كان عندك عقوبات اخرين باش يجيوك نقصوا لك من الصندوق اللي عندك ولا 30 جوان حتى القدم نحاهم مش كان في جديد اي حاجه باهيه خاطر اليوم هما ديجا ما عندهم فلوس باش يخلصوا معناها جواريتهم ما عندهم فلوس باش يخلصوا المزودين نتاعهم هما ديجا في عجز مالي كبير ريان كو ترى الوضعيه الماليه تاع الجمعيات معناها اللي هي سيبوزي كبار وعندها مداخيل ماديه ما لك دير جمعيات الاخرى الناس كل تغفق معناها اليوم الراي اللي كونوا الجامعه عملت معناها با باهي وزادت قربت للجمعيات اكثر من هي قريبه فهمني وزادت نفستهم شويه على المستوى المادي تو ما فيها باس كمل تسلفهم برا ميم اوكازيون ما دام جامعه واجده فهمني تنجم تعطيهم زاد خليك وسيم ديما الحلول الترقيعيه هذه ولا ما يحبهمش برشا نشوف هو ما نحبهمش برشا لكن شوف خلينا نسميه الامور كما هي هو الواضح فما صراع هذايا متفقين فيه الناس الكل تشوف فيه صراع بين الجامعه وبين الوزاره وبين اللي برو وديع واللي كونتر وديع الجري انا نشوف الحقيقه وديع والجي معناتها من خلال تمثيل الجامعه قاعدين يصنعوا معناتها في ليزارغيومون كيما يلزم الحقيقه معناها اللي بتو برو وديع عنده برشا حجج من قديم وتو كمل البارح ثلاثة حجج باش يدعم الموقف نتاعو. حجج بونتوات بركوت سيزون من السونتر اي فوالا دونك معناتها عنده كي باش يقعد انا مثلا برو وديع وانت ماكش برو وديع مثلا نقول انا ماكش برو وديع لا نحكيو حتى حد وماكش ضد حد نحكيو واحد معاه واحد ضد الحقيقة رياضي علاش نزول الموضوع البرو مش برو هيك 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 نسميو الامور بمسمياتها فما ناس انت تقول لك علاش مع خبر مع جيست صارت من طرف الجامعه التونسيه لكره القدم في تونس علاش ديما خمموا بولا ريال بونسي يا خويا اليوم جاو دزه بتاع فلوس نتاع مونديال يقول لك خويا النوادي تضرت وغيره وكل شيء حتى من البرمجه دونك انا خلص على الخطا اي خليك جوست في كمان علاش معناتها نربطوها معناتها الجامعه والجامعه تحت الضغط وثم صراع وغيره يا اخي شوف ثم صراع في البلاغات صراع علاش كل حاجه نربطوها بالصراع معناتها اليوم الجامعه التونسيه لكره القدم كل اكسيون باش تعملها حتى اكسيون عاديه تو هذه ممكن حاجه مش عاديه حاجه جديده معناتها اكسيون عاديه تولي لا لانه تحت الضغط غير كريم 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 والا العكس والا الجامعه تتعنت وغيره هذيك كان بديت بالاكسيون الاخرى نتاع النقله الترفيهيه لا خاطر هذيك لا بلوز امبورتون ترى وقتها كلام وسيم فهمني ولا معناها كومون دير الي بلو فالابل فهم يستوي هكا احنا هذاك اش نحكيو نحكيو على ثلاثه قرارات نتاع البارح معناها في خدام هذا الكل معناتها نقل التلفزي اليوم الموافقه على طلب التلفزه الوطنيه ويقول لك في البلاغ قول لك نظرا للظرف الراهن اللي تعيش علاش تو ونظرا لانه علاش بعد اربع شهور بديت الشامبيونات
لانه ثم طلب وثم عروض وثم وجا مونديال، دونك بعد المونديال وقت اللي الجامعه لم خاطر ما كانوش عندها فلوس من قبل، ما قالوا عندها 60 مليار من قبل. ملي ترشحنا للكوب دي موند عارفين الروسيتا باش تدخل، اللي قد باش تدخل عندنا فورشات من الى معروفين باش يدخلوا للجامعه. لا فما باراجراف ما اكبر من هكا، واي ولا ديفيرونسيال باش تزيدوا الجامعه. اه مالك هذاك الباراجراف لو بلوز امبورتون. اي تعرف علاش هذاك لو بلوز امبورتون؟ خاطر باش نعطيه للجمعيات. خاطر الجمعيات تقول لك خويا لا خويا البطوله تسوى سبعه بيع لي بسبعه، بسبعه مليارات. سبعه انت كنت تبيع بسبعه تبيع بزوز مليارات. شو سبعه دينارات ملايين؟ سبعه مليارات. اه مليارات. تبيعها بزوز فاصلة ثلاثة مليار. قبل كي ما تحطش الوحده راهو في المات وفي الفيزيك كنا نحب لك مليارات. مليارات. باهي كريم جوست نكمل الفكره نتاعي شنو نحب نقول، خاطر تو ما وصلت انا شنو نحب نقول. دونك الحجج الباهيه اللي في صالح الجامعه قاعدين كل مرة يكفروا هذايا ومفروغ منه معناها وحاصل كيفاش يقولوها مقيد في ورقة وسطيرة قابل حاصل معناتها نحكي تو احنا افتر فاكت والجامعة انا واحد من الناس كان جيت اسمه كان جيت بلاصة الوزارة نحاول نرجع كيفاش يقولوها بحسنة او يعني او مثلها او خير منها ولا حاجة خير منها هكاكا اللي هي ماذا بينا الصراع هذا كل واحد فيهم يعمل حاجه بوزيتيف. شو والله يا وسيم انا اليوم بالحق جوست كريم نكمل اليوم نحكي مع انا ميس باه نفس التغيير نتاعك انت وما هو صحافي معناتها انسان طبيعي عادي قال لي والله الله يرحم والدي ان شاء الله ديما يتعاركوا. قلت له علاش؟ قال لي خاطر كيف يتعاركوا هذاك تكثر عليه البريسيون وهذاك تكثر عليه البريسيون، هذاك يطيح من عنده شويه وهذاك يطيح من عنده شويه ويزيد ويعطي دي بوليس جدد للانديه وهذا حاجه باهيه لنا. قال لي احنا في الاخر رجعونا النقل التلفزي ونحيوا لنا الخطايا كامل يرجلونا للترانات يا نعيم الله يرحم والديه. معناتها في الاخير الناس معناتها ولات تقول لك يا خويا تعاركوا ما يسالش، كملوا تعاركوا المفيد قد ما تعاركوا قد ما كل حد يعطينا فونتاج جديد. نستناو تو الوزاره ان هي تتحرك دون سونس وتعمل سواء تفعل القانون تاع الجمعيات سواء تعمل حاجه دون سونس باش نحاولوا نصلحوا الكره نتاعنا، خاطر انا حسب رؤيتي البسيطه لازمنا مينيموم ترافاي دو ريستركتوراسيون تاع 5 سنين مينيموم. راهو نحكي لك بما فيهم تكوين لي كادر نتاع الكيسيون كي سوبوز وسيم تو الجامعه كان طالبه 7 مليارات في العام ولا في 3 سنين؟ ذكر 77 دقيقه واحد بيناتي حتى طيب 7 مليارات في العام ولا في 3 سنين؟ في العام في العام 7 مليارات في العام في العام اي معناها 21 هما كانوا السبعه راهو ما في عهد يوسف الشهاده بتدخل سياسي والتلفزه رفضت ولكن تدخل رئيس الحكومه انذاك وحطم 7 مليارات تو قداش مازال اللي هو اعلى بكثير من مش من قيمتها ما نقولش من قيمتها في الاخير مش انا نحدد قيمه البطوله اعلى بكثير من الامكانيات اللي تنجم توفرها الترز الوطني البطوله في التيرانات وفي الجوارات وفي سبونسورات وفي كل شيء هذيك هي القيمه يا اخي ابريتو كيفاش تكالكولي انت قيمه بتاع البطوله باهي اليوم 7 مليارات هذوما لقينا فيهم حل اما راهو باش نعطيو لكل واحد حقه راهو الجامعه عمرها ما منعت التلفزه باش تصور باش نديهم بالعكس قالوا لهم يجي يصوروا لا باش نعطيو كل واحد حقه قالوا لهم يجي يصوروا ما يحبوش يصوروا يعطيك صح خلينا الاخرين بالنسبه لي اذا كان يصوروا ست انا انجاجمون صحيت هنا نعطيو الحق للجامعه اللي هي من اول سيزون تقول للتلفزه اجي صور والمشكله هما في العشرة المليارات بتاع العام ونص اللي صار فيه الكورونا هذيك المشكله سي كريم التلفزه طالب بالجامعه باش تتخلى عليهم والا جوما تعمل اون جروس معناها فهمتي اكسيون وسولد كبير خلينا نقولوا والجامعه قال لك لا هذيك فلوس النوادي دونك توا كيفاش باش يتم حل الاشكال هذا حسب رايي ماذا بينا يتعطى سياسه كامله على العامين ونص الجايين مش على الحل الترقيعي كما قلت انت بتاع الستة شهور باش النوادي تعرف روحها وين ماشيه التلفزه تعرف روحها وين ماشيه والجامعه تعرف روحها وين ماشيه مش من هنا ل 31 ولا 30 جوان اجا صور وكمل بطوله ورجل الامور واحد وكل واعطيني 2 مليار 3 ومن بعد فهمتني ولا لا نرجع نتفاهموا في سبعه نتفاهموا من توا في اربعه اربعه ونص في العام مثلا ونكملوا كيك على عامين ونص اني حسب رايي هذاك الحل الاجدى سي امبورتون اليوم انه عوده النقل التلفزي اللي ماتش الرابطة المحترفه الاولى زاد راهو ذكر انه عم ناول فقط قناه الكاس هي اللي نقلت فقط البلاي اوف زاد والتاسعه معاها اي والماتش الماتش الثالث صحيح في التاسعه الحقيقه فما رقم نحب نرجع له خاطر مشكلة التلفزة بار الكو نتاع الدروا مع الكود برودكسيون كود برودكسيون الماتش قالوا لنا وقتها 55000 دينار اش معناتها 55000 دينار يا رسول الله في الزمان اللي هو بعيد برشا على الكود برودكسيون بتاع الان سول ماتش في البلاتفورم لا ايوه تقريبا نفس الكاليتي
ما تقول علاش 55 معناها كاليتي خير نتاع البلاتفورم معناتها نحكيو بالبلاتفورم هاج الترا اتش دي والاخرى اس دي ترو كاميرا معناها يا رسول الله شنو هي 55 الف دينار تكلفه نقل ماتش راهو يظهر لي انا هذا في العالم يظهر لي هكا الماتشات اللي يعديهم ب 33 كاميرا وب 34 كاميرا نتاع الشامبيونز ليغ 55 هذوك اكثر برشا اما في لحظه في كل السوم 55 برشا لا ليه استنى اني جايك يظهر لي السوم حتى كان مش يكون قريب صدوق معناتها ما هوش باه ما نعرفش اما 55 الف احنا بثلاثه كاميرا واس 55 نورمال ما تعدي ب 10 كاميرات في تونس معناها وكار اتش دي وغيره وفار وعالم بيان سور الحقيقه الندعيه والتلفزه الوطنيه انهم يراجعوا الموديل اللي عندهم ويحاولوا يستانسوا بالتجارب نتاع المغرب ولا ولا فرنسا ليغ دو ولا خواص وغيره والله فما سامحني قداش عطاهم من ماتش في 2 مليون 3 هذا مش ياخذ الكل مش ياخذ الكل الكل معناها مش اللوات الكل لا لا مش ياخذ الكل لانه ثم حتى قناه اخرى اخذت لايف والله فما فما ان موديل هو نورمالمون لو لو ان اللي عندي الماتش الاول والثالث ان 4 5 ان 3 ان 3 5 والبقيه 6 7 فما فما ان 3 5 فما ان موديل والله يمكن تضحكوا عليه والله انا واحد الناس عجبني ياسر في البث بطوله الكوديفوار برا مشيو تفرجوا في بطوله كوديفوار وشوفوا معناها بالحق راهو كان البلوس كان البلوس لافريك مستحيل بالمستحيل السبعه يكون الماتش متكلف ب 17000 يورو هذاك في كوديفوار تو ذكرت فما صديق تونسي يعيش في الكوديفوار امي معايا في الفيسبوك والله تو تذكر كي قلت كوديفوار مهبط مره تصويره كان البلوس افريك عم عادية مباراة ساو بيدرو جو سي با كي قال فهمتي كاليتي ممتازة وتيرانات ممتازين وكل شيء يا ودي خليك خليك من التيرانات نحكيو على كاليتي دو برودكسيون كوت ديفوار جوست بعد كوب دافريك كم ياخذوا التيرانات ونعرفوا معناتها سمعنا 17000 يورو في بلاد كيما كوت ديفوار مستحيل السبعة ماكسيموم ماكسيموم نتخيل ب 5000 يورو التكلفة نتاع الماتش ما يفوتش 10000 يورو دون لي بير ديكا احنا في تونس علاش 55000 دينار هذه الحقيقة حاجة لازم نشوفوها في اقرب وقت ممكن وان شاء الله ان شاء الله الجامعة انا مصر اللي الوزارة ترد على الجامعة ذكرتك بحسنة بحسنة اخرى ايوه ذكرتك حرب البلاغات ماذا بينا تو حرب الحوايج الباهية بعد شوية نحكيه على الجامعة ترفض استقالة جلال القادري وتم تثبيته على رأس المنتخب لغاية 2024 فاصل قصير ثم نتواصل على ديوان افلام اهلا وسهلا بكم في ديما لاباس ديما لاباس سور ديوان افلام دو 17 ل 19 من 5 ل 7 متاع العشيه برشا ضحك وزمار اخر الاخبار والتصريحات مع نوفل اي توت ليكيب وخليك ديما لاباس كل ما يهم التوانسة أهم الأحداث والأكتواليتي في 60 دقيقة مع هدى الورغمي داتا فوت رجعنا لكم من جديد في داتا فوت توا الثلاثة وثلاثة واربعين دقيقة مازلنا متواصلين معكم في داتا فوت حتى للخمسة بتاع العشية نذكر 83 دقيقة هدف مقابل هدف بين اتحاد تطاوين والنادي الرياضي الصفاقسي نحكيه على الجامعة ترفض استقالة جلال القادري وتم تثبيته على رأس المنتخب إلى غاية 2024 مش نبدأ بك أنت توا وسيم مش شرده بالصادق نبدأ بك ساعة قبل كل شيء استقالة جلال القادري سويت على الريزولتا أنه ما ترشحش للدور الثاني من كأس العالم مدى مصداقية أنه مدرب يرفض المواصلة ولا يطالب بالاستقالة لأنه ما ترشحش للدور الثاني الحقيقة في تونس صارتش قبل ما أنت ما وصلناش للنيفو هذا متاع مدربين عالميين وغيره بون لو أنه هذا كومينيكي أوفيسيال معناتها من الجامعة التونسية لكرة القدم يظهر لي يزمو يتناقش الموضوع هو شوف قبل ما نحكيو على تثبيت المدرب نحكيو على استقالة المدرب ورفضها من طرف المكتب ناخذ الفورم معناتها في نفس التوجه متاع